ولكن خلينا نروح لارض الملعب. اعزائي المشاهدين وزميلنا كريم احمد ولقاء مع صاحب القضيه ممكن احمد مهيب. اتفضل يا كريم. بجد التحيه لك من جديد يا كابتن عيسى السعيد، وكل التحيه ايضا كمان لجمهورنا العظيم وكابتننا الكبار الكابتن طاهر رجب والكابتن محمد سلعاوي، بالتاكيد طبعا يعني صاحب البصمه وصاحب الحب الكبير جدا لجمهور النادي الاهلي الحقيقه، واحد من اللاعبين صاحب الخلق الرفيع كمان وموجوده اكثر من رائع. كابتن احمد مهيب برحب بيك طبعا في البدايه، وتحيات طبعا كابتننا كابتن طاهر رجب وكابتن سلعاوي وكابتن عيسى السعيد. اهلا بحضرتك واهلا بكابتن عيسى وضيوفه الكرام في الاستوديو. الحقيقه يمكن مجهود كبير يا احمد، يعني انا عايز ارجع معاك بالنسبه للمباراه الاخيره، لان المجهود كبير من اول مباراه، التركيز كان كبير جدا، ديربي معروف على النادي الاهلي ونادي الزمالك، لكن سيناريو المباراه والتحضير ويمكن كمان الثلاثيه اللي محتاجه مجهود وتركيز ومجهود عصبي وذهني وبدني كبير جدا، بحييك وبهنيك كمان النهارده على المباراه. والله الحمد لله، يعني اولا على المكسب النهارده ومكسب امبارح، احنا يعني كل ماتش بناخده خطوه خطوه، السيزون طويل ماتشات كتير، ضغط كبير علينا يعني ان احنا كل الماتشات الناس عايزه توقعنا، يعني الحمد لله ربنا كرمني بالثري بوينت الاخيره، يعني ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى وتكليل يعني تعب زمايلي. الماتش كان صعب، احنا كنا خسرانين، قدرنا ان احنا نعوض في الاخر وقعدنا ما فقدناش تركيزنا، يعني مع ان يعني كان في حاجات كتير طلعتنا بره، عايزين يعني كانوا بيحاولوا ان هم يطلعونا بره التركيز، لكن ايه الحمد لله ان احنا كنا مركزين وكنا في الملعب لحد اخر ثانيه، يعني ودي حاجه مش غريبه على النادي الاهلي. يعني التلاحم الكبير للمباريات والاستمرار النتائج ده بيتطلب مجهود كبير بالنسبه لكم يا احمد طبعا، وبالنسبه كمان للتحضير الفني لمستر اوجوستي، محضرين ازاي النهارده كان للمباراه؟ المحاضره كانت فيها ايه؟ واهم نقاط القوه والضعف اللي اتكلم عليها مستر اوجوستي معاه. هو كوتش طبعا يعني بياخد كل ماتش بماتش وكده، النهارده ركزنا ان احنا نقفل مفاتيح اللعب يعني بتاعتهم، الحمد لله ان احنا قدرنا يعني نوقف اللعب اللي هم بيلعبوه، هم النهارده كانوا مش عارفين يلعبوا خالص، يعني حتى السكور كان باين يعني، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب فرق سكور مريح يدينا ثقه للماتشات اللي جايه. فاضلنا ماتشين ان شاء الله سموحه واتحاد، باذن الله نختم الدور الثاني على خير، وان شاء الله يعني نبقى في اول الترتيب، وبعدين بقى يبقى عندنا راحه كده نقدر الناس المصابين ترجع في المنتخب، وبعدين نرجع ان شاء الله عشان نستعد للفاينلز، وباذن الله نفرح جمهور يعني النادي الاهلي ونكسب بقى ان شاء الله الدوري. يعني ردود الفعل الحقيقه كانت رائعه جدا من جمهور النادي الاهلي الحقيقه، ويمكن هو ده سر النجاح، يعني انتوا بتلعبوا عشان الجمهور وبتلعبوا عشان النادي الاهلي، استقبلت الحماس الكبير والاشاده الكبيره جدا من جمهور النادي الاهلي ازاي؟ طبعا انا اتبسطت جدا 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 يعني من الحاجات اللي انا شفتها بعد الماتش، ناس كتير قوي باركولي، لقيت مصر كلها يعني بتتكلم، فوز كان مهم جدا يعني في اخر ثانيه زي ما قلت، يعني يعني ما يعني لا فعلا كان كنت فعلا حاسس ان انا مبسوط يعني بالناس مبسوطه، وقدرت ان انا افرحهم، يعني كنت سبب ان انا فرحت الناس، وان شاء الله يعني هو ماتش يعني كسبناه زي اي ماتش عادي، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا في الاخر بقى ان احنا ان شاء الله ناخد الدوري، والفرحه دي تبقى بالفرحه الكبيره باذن الله بالدوري يعني. شكرا لك. شكرا لك، كل الشكر والتقدير الحقيقه لكابتننا ونجم نجوم النادي الاهلي احمد مهيب على هذه التصريحات. ان شاء الله النادي الاهلي يستمر في سلسله الانتصارات والاداء المميز، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه، لكن في هذه اللحظات عوده من جديد والكابتن هيثم السعيد.